السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير شباب. المدرسة الرشيدية الثانوية للبنين القدس. درسنا اليوم شباب الوحدة العاشرة صفحة 54، والدرس حول استخدام روابط كلمات مثل to in order to so as to so that in order that. هذول كلمات بنستخدمهم منشان نربط الجملتين مع سوا. بس طبعا في عندنا مجموعتين اللي هي to in order to so as to، وفي عندنا المجموعة الثانية so that in order that. نبدأ الشرح، نستهل الشرح بشيء بسيط وهو how to answer why questions. كيف بجاوب الأسئلة اللي بتبدأ بال على كلمة اللي بنستهل بها السؤال why، نسأل عن السبب. We use the word because. هلا لما بنسأل why طوالي بنجاوب، نستعمل بالجواب كلمة because. مثلا why do you go to school؟ لماذا تذهب إلى المدرسة؟ I go to school because I want to learn. أذهب إلى المدرسة لأني أريد أن أتعلم. We can use other words instead of because. هلأ كيف إحنا هنا I go to school جملة، I want to learn جملتين، وصلنا الجملتين مع سوا بكلمة because، وهي كمان طبعا إجابة للسؤال اللي بيبدأ ب why. ال WH word why يعطيني السبب. I go to school because I want to learn. هلا we can use other words instead of because. بنقدر نستخدم كلمات أخرى بدلا من because. These words are to in order to so as to. هذه المجموعة الأولى طبعا to in order to so as to. طبعا they have the same meaning. هذول الثلاثة في عندهم نفس المعنى شباب، يعني ما بيختلفش المعنى عن الثاني. Examples، نبدأ بالأمثلة. خير وسيلة للفهم هي إعطاء الأمثلة ومن ثم منتابع الشرح. Students go to school to learn. لاحظ الطلاب يذهبون للمدرسة to learn، ليتعلموا، لكي يتعلموا. هنا to in order to so as to بمعنى لكي أو حتى. To learn، لاحظ كلمة to إيش إجا وراها؟ فعل infinitive، الصيغة المجردة للفعل نسميها infinitive. مثال رقم 2 your body needs vitamins in order to work well. جسمك بحاجة للفيتامينات in order to حتى أو لكي يعمل جيدا to work well. In order to work well. She went to the supermarket. هي ذهبت إلى السوبرماركت so as to buy. لكي تشتري bread and milk. لكي تشتري الخبز والحليب. هلا انتبه لي هنا، عندنا المجموعة الأولى اللي هي to و in order to و so as to اللي هي مكتوبة هون plus infinitive verbs زي ما شرحنا. هلا هدول لإيش بستعملهم؟ use to express purpose، نستخدمهم للتعبير عن غرض أو هدف أو غاية، لتبيان الهدف أو الغرض أو الغاية من الشيء. لتبيان الهدف أو الغرض أو الغاية. After these words comes the purpose or aim directly. بعد هذه الكلمات بيجي الغاية أو الهدف اللي بدنا إياه. مثلاً I students go to school
To learn, شو الهدف من الذهاب للمدرسة؟ To learn, للتعلم. هلا your body needs vitamins, يحتاج الجسم للفيتامينات. شو الغاية؟ In order to work well, ليعمل ليشتغل جيدا. She went to the supermarket so as to buy bread and milk. ذهبت لغاية شراء الخبز والحليب. نعطي هنا مزيد من الأمثلة حتى نستزيد فهما لزيادة فهمنا لهذه الاستخدامات. أعزائي الطلبة، طبعا هذه positive purpose، ممكن أستخدم not يكون عندي negative purpose. I went out to buy some apples. أنا ذهبت للخارج لشراء بعض التفاح، بعض التفاحات. الغاية to buy some apples، إجت بعد to، بعد الكلمات هاي. I need some time to answer the questions. أنا بحاجة لبعض الوقت للإجابة على هذه الأسئلة. شو الغاية وين؟ Answer the questions، إجت بعد to. طبعا بعد to إجاري infinitive، هو بعد to إجاري infinitive، by infinitive، answer infinitive. ثلاثة، I went to the bank so as to withdraw some money. ذهبت للبنك لغاية أو لهدف سحب بعض من النقود. أربعة، Muslims go to mosques to pray. المسلمين يذهبون للمساجد لغاية الصلاة، to pray، ليصلوا. We went to Jerusalem in order to visit. He went to Jerusalem in order to visit his uncle. ذهب إلى القدس in order to لكي يزور عمه. هذا بالنسبة للمجموعة هاي to in order to so as to، بيجي وراء الفعل infinitive. منيجي إلى المجموعة الثانية شباب. المجموعة الثانية شباب اللي هي so that و in order that، so that و in order that، كي. هلا we use so that to express، طبعا in order that، purpose or aim، برضو للتعبير عن الغرض أو الهدف، عن الغرض أو الهدف. examples، الأمثلة شباب. بالنسبة لاستخدام so that in order that، يختلف عن استخدام to in order to so as to اللي شرحناها قبل شوي. ناخذ الأمثلة بعدين نستكمل شرحنا. شباب، طلع المثال الأول. Your stomach needs fiber so that it can work well. معدتك بحاجة إلى الألياف so that كي it can work well. لاحظ بطل يجي هنا infinitive زي أول. أول شو كان يجي؟ كان يجي عندي infinitive to in order to so as to، الفعل الصيغة المجردة. الآن لا، صار يجي عندي فاعل model verb أو main verb، طبعا بلحقوا infinitive well، كان model بلحقوا infinitive طبعا، ومنكمل الجملة. Your stomach needs fiber so that it can work well. شو الهدف هون؟ حتى يعمل جيدا. لاحظ بطلنا نقول your stomach needs fiber to work well، so that فاعل بعدين فعل ومنكمل. المثال الثاني، Muslims go to mosques in order that they can pray. المسلمين يذهبون للمساجد in order that، كي طبعا subject، بعدين بيجي عندنا الفعل بدل بعدين infinitive، they can pray، الهدف لي يستطيعوا أن يصلوا أو الصلاة.
هلا شباب، لما بيكون في عندي هون فعل مضارع لاحظ، بستعمل كان أو بستعمل ممكن will. بستعمل كان أو will أو may طبعا. هلا ممكن بدال كان أستعمل will. طيب انتبه لي هلا. He worked. قبل ما ننتقل للمثال الثالث نوضح أكثر. We use can, will, may if the sentence in the present simple. نستعمل can أو will أو may إذا كانت الجملة بالمضارع البسيط زي ما نوهنا قبل شوي. هلا رقم ثلاثة شباب. He worked extra hours so that he would earn more money. اشتغل ساعات إضافية لكي يحصل على نقود أكثر. So that لاحظ فاعل بعدين modal verb infinitive منكمل الجملة. مثال رقم أربعة. He went to a vocational school in order that he could learn carpentry. ذهب إلى مدرسة مهنية أو صناعية لكي يستطيع تعلم النجارة. فلاحظوا الفعل شباب worked ماضي، went ماضي، معناته هون الموديل بصير استخدامه would بالماضي، could بدل can could بدل will would. هلا نستنتج إنه we use could or would or might if the sentence in the past tense. If the sentence is in the past tense. So, we use could, would, might if the sentence in the past tense. هلا عندي الفعل ماضي بستعمل would, could. عندي الفعل مضارع needs, go بستعمل can أو will أو may. هذا بالنسبة ل المجموعة الثانية. طبعا المجموعة الثانية القاعدة تبعتها هي so that in order that plus subject plus modal verb و main verb plus infinitive verb ومنكمل. اوكي شباب، هلا المطلوب منك انك تفتح على صفحة 53. في عنا تمارين للحل، سوري 54. مفروض تفتح صفحة 54 شباب. في عنا تمارين للحل اللي هو تمرين 2 وتمرين 3. تمرين 2 وتمرين 4. 3 بدنا شيء 4. هذه وظيفة للدرس الجاي، بتحل لي رقم 2 ورقم 4. اوكي شباب. هلا في عنا تمرين صفحة 53، كان وظيفة معكم الحصة الماضية. طبعا منحل هذا التمرين بسرعة اللي هو تمرين 2. I hope you're feeling energetic. We've got a lot of work to do. الكلمة energetic. Sorry but I'm not well. I just haven't got any energy to do anything. هلا رقم 2. Do I have to take this medicine every day? Yes, take it 3 times daily. خذه 3 مرات يوميا. 3. Why are the fruits, vegetables and bread groups at the base of the food pyramid? Because those groups give us a lot of the basic nutrients. لاحظ base noun و basic adjective. نيجي للبعدة. Jack isn't very good. Isn't in very good health. He's away from school again today. The poor boy has never been very healthy. Health or healthy.
eat lots of spinach. They say it gives you strength. No, no, you have to do lots of training. That's what makes you strong. Now, next, number six. Mariam is a very active person. She never stops active. You're right. She works hard all day, and then she does all kinds of activities in the evening, sport and voluntary work, for example. شباب, في عنا الكلمات الشاذة. الكلمات الشاذة بالتابل اللي هي عنا هنا أسماء الوجبات الشاذة فيد الحل breakfast أجزاء اليوم عنا yesterday أمس معناته morning الخضروات pineapple فاكهة spinach عنا أنواع الطعام عنا fish fiber الشاذة eggs أو beans والأخيرة people at age الفئة العمرية scientists شاذة teenagers وإلى لقاء آخر see you next video